للمزيد يسرني أن تنضم إلي عبر الهاتف السيدة أمينة حسن محمد، رئيس فرع الاستشارات في إدارة الشؤون القانونية وزارة الداخلية. أرحب بك في نشرة أخبار الثالثة، يعني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نتحدث عن مضامين حقوق الإنسان في مملكة البحرين. شكرا أختي على هذه الاستضافة. بداية أحب أني ألقي هذه الكلمة باعتبار أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واللي يصادف في 10 ديسمبر من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار حقوقنا مستقبلنا فورا، مناسبة مهمة لزيادة الوعي وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كما يهدف إلى تذكير الدول والمجتمعات بأهمية احترام تلك الحقوق وضمان الكرامة والمساواة للجميع، وهو فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المتحققة والسعي المتواصل في تعزيز الضمانات القانونية الواردة في التشريعات الوطنية، حيث دابت مملكة البحرين في بناء منظومة قانونية بالتوافق مع التزاماتها بالمواثيق الحقوقية الدولية تحترم وتصون حقوق الإنسان، وتعمل جميعها لضمان حماية الحقوق والكرامة الإنسانية لكل مواطن ومقيم. نعم سيدة أمينة، يعني لو نتحدث عن إنجازات وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان. لله الحمد، مملكة البحرين حققت إنجازات حقوقية عديدة ورائدة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وتنفيذ من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وتمتلك وزارة الداخلية سجلا متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان بفضل مشاريع ومبادرات نوعية، أبرزها قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، اللذان يعدان نموذجا فريدا وعصري يحتذى به على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى مبادرة فاعل خير التي ساهمت في دعم العديد من فئات المجتمع محققة التعاون والشراكة المجتمعية بين المواطنين والمقيمين. ويعكس تكاتف الجهات لتحقيق أسمى معاني التعزيز والحماية في مجال حقوق الإنسان. وأشير كذلك لبرنامج مكافحة العنف والإدمان معا كأحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، الذي يعزز القيم الإنسانية لدى الطلبة من خلال مناهج متخصصة قائمة على تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة لدى الناشئين، بالإضافة إلى حماية الأجيال والارتقاء بالوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية المبنية على أسس المواطنة. واستكمالا لتلك الجهود، تعمل دائما الأكاديمية الملكية للشرطة على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بأهمية احترامها وتدريب وتأهيل كافة منتسبي الوزارة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، كما ساهمت مكاتب حماية الأسرة والطفل في المديريات الأمنية على تعزيز تماسك الأسرة ومعالجة القضايا الأسرية بمهنية عالية. ختاما، تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، والتي تهدف إلى توفير الحماية والتوعية للأطفال من كافة جرائم الفضاء الإلكتروني المختلفة، مثل مخاطر الألعاب الإلكترونية ومخاطر الذكاء الاصطناعي وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال عند استخدامهم الإنترنت. شكرا. نعم السيدة أمينة حسن محمد، رئيس فرع الاستشارات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، كل الشكر لك على هذه المداخلة.